ميرفت سركيس ريتشارد كلاين موجودين معنا اليوم من منظمي اكشن فور لبنان، نشاط جديد لهالجمعيه اللي تعنى بالتوعيه المجتمعيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا كاتيا. اهلا وسهلا فيك ريتشارد. اهلا فيك. خبرينا عن نشاطكم الجديد ورجعي ذكرينا شوي بالجمعيه اكشن فور لبنان. اوكي، اكشن فور لبنان نحن متطوعين من تمويل ذاتي. السنه عم ننظم معرض الاول من نوعه بالشرق الاوسط للتوعيه العامه ب 26-27 نيسان هالجمعة والسبت من 3 بعد الظهر للعشرة بالليل. شو رح يكون لكنا البرنامج المعرض؟ ايه هو لشقين. نعم. الشيء الاولاني في كيوسكيت هيدا المعرض كله للمنتجات الاكل الصحي الاعشاب منتجات لبنانية. ايه ايه والطب البديل. هيدا الشيء الاولاني. الشيء الثاني في ورش عمل، دعينا ضيوف شرف محترفين بشتى المجالات إن كان اقتصادي، علم نفس، دعينا شيخ، دعينا خوري، دعينا اقتصاديين، بعلم الطاقة كمان. رح ينعمل ورش عمل من 3 للتسعة بالليل متواصلة، والتكت حقه 10 دولار بخول الشخص يفوت يحضر كل هالورش العمل على يومين. هدفنا نحن الأساسي هو التغيير، واسم المعرض Light Up Your Temple، يعني نور نفسك، والتغيير بيبلش من الزيت ليتغير مجتمعنا للأحسن. والريع كل هالمعرض بيروح لتنقية المياه بلبنان. نعم. ريتشارد، أول شيء يعني ليش أنت بلبنان؟ هذا سؤال أكيد الكل بيسألوك. اليوم أنت موجود بلبنان، عائلتك كلها بالخارج. صح. أمك صح. لبنانية من أصل لبناني، بس كمان صح. هي مش موجودة هون كمان. يعني أنت وحيد العائلة الموجود هون. صح. وبأكشن فور لبنان يعني بدك تشتغل للبنان. صح. هالقد في تعلق بهالبلد؟ أنا أول شيء أنا بحب لبنان. أنا جيت لهون صار لي شيء أكثر من 6 سنين هون، فتعلمت اللغة، صارت العربية ما كنت بتحكي مكسر. لبناني لا لا بين الأهل بالعائلة يعني كلها هون. إيه صار لي زمان هون، وأنا تعودت بأكشن فور لبنان. أنا كتير يعني بأمن بمهمة أكشن فور لبنان، وبحب شوف لبنان يعني عم يتقدم بالإيجابية. نعم. والتوعية العامة وهيك قصص. ف يعني اول توعي هو نكون هالقد بوزيتيف. مزبوط. ودائما كاتيا نحن هدفنا عم نجرب، يعني دائما نجرب، مش هدفنا النجاح، هدفنا التجربه. عم نجرب ليصير يتغير هالوعي العام دائما للايجابيه، للواحد يبلش من ذاته. نحن هذا هدفنا. نجرب نجرب. اذا المعرض 26-27. نعم. الشهر الوركشوبس ريتشارد قد ايه مهمين بمعرض من هالنوع؟ قد ايه اهميتهم؟ ليش هالقد امبورتنت يعني الوركشوبس؟ انا الوركشوبس كثير بيساعدوا يعني هن في عندنا ضيوف الشرف من كثير يعني مجلات عم بيحكوا عن البيئه، اهميه يعني مثلا شو البيئة. في عنا البيئة، التوعية. ايه؟ والسايكولوجي النفسية، الصحة النفسية. نعم. الصحة النفسية صح. وشو كمان في؟ يعني كل شخص عنده أي حاجة بكفي يطلع على هالبرنامج. مزبوط. يشوف بشو وين عنده سؤال ويكون عم يتوجه على. وأنا كتير بدي أتشكر ضيوف الشرف. عنا الوزير فادي جريساتي، بدنا نتشكر حضوره. عنا مثلا مثل وسيم عبد الله عم بيعمل وركشوب عن قوة الانتباه. عنا الشيخ حسين الخشن عم بيحكي عن الاستهلاك، عن البيئة والاستهلاك بالدين الإسلامي. عنا مثلا نادين شماس عم تحكي عن الترانسفورميشن الإيجابي. عنا البارنتينج، تربية الأولاد الإيجابية. عنا وفيق نعمة بيحكي عن الطب العربي من ايام ابن سينا. وفي جانا شرفي محاضره بعده دول عالميه بموسكو، لندن، دبي وبيروت، بدها تحكي عن القياده بوعي. وعندها سيشن ثانيه بدها تحكي عن المقامات بلبنان. هذه كثير نقطه مهمه. وفي عندنا البروفيسور الاب اليك سرواني، انا حبيت عنوان محاضرته. نعم. بتقول انه الفضاء مثل الطقس، بيوصف الانسان ببيئته.
محددين فعلا انا كثير بتشكرهم ليعطوا هالمحاضرات. وعندنا دكتور عنديري نائب حاكم مصرف لبنان كمان بده يحكي ندوه اقتصاديه، في رولا باكي عن لافتر يوغا، ريتشارد في كمان مايكل حداد هو ناشط البيئه اللبناني باليو ان دي بي وراح يحكي عن اهميه البيئه بلبنان، في رولا بطاريه راح تحكي عن أهمية الشفاء من خلال اليوغا، وكمان دكتور ماي عطية هي رئيسة الاتحاد الشباب للماء بلبنان وراح تحكي عن أمن الماء بلبنان. في كمان مصر على العربي يعني ولا كلمة إنجليزي. هذا شيء. جهاد أبو زيد راح يحكي عن ال PTSD شو هو المعالجة من بعد الاضطرابات النفسية. وجمانة مسعود راح تعلمنا عن الرسم من خلال المشاعر. وفي بس سمير سحيل هو من لايف كوتش سميري. لايف كوتش بده يحكي عن هو مميز جدا باسم التكنيكاليتيز بالبيع ان سيلز. بتمنى ما اكون نسيت حدا، بس انا بتشكرهم كثير بتشكرهم لانه فتحوا المجال يعطوا المعلومات القيمة اللي عندهم لهالاتنديز اللي بدهم يجي يحضروا الوركشوبس، عندهم كل نرجع نذكر بالوقت والمكان. نعم. ايمتى؟ الوقت جمعة سبت. نعم. 26-27 نيسان من 3 لل10 بالليل. وين؟ بالداون تاون بارلمنت سكوير. وبالمحاضرات بتكون بالهاوس اوف ويزدم. هاوس اوف ويزدم انا بتشكره من كل قلبي لانه دعمنا بالقصص التوعيه للمتطوعين، بتشكره. اهلا وسهلا فيكم. اذا بنرجع بنذكر انه التيكت هي 10 دولار على النهارين ويعود روعه لتنقيه المياه بلبنان. شكرا لكم. والتيكتس بكل البرانشز تبع ليبري انطوان. تحية لكل فريق أكشن فور لبنان، يعطيكم ألف عافية. ونحن منتبه احنا وياكم مشاهدينا بعد لحظات بقية فقرات MTV Alive لليوم، خليكم معنا.